أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى الأقلام، صدى أقلام جديد حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العالم. طلع في موقع الهيئات، ميليشيات مسلحة تختطف 5 أشخاص شمالية تكريت. نشر في المدى فصيل مسلح يهاجم سيطرة في شارع فلسطين ويقتل ويصيب 3 منتسبين. نطالع في كتابات العبادي يحذر ميليشيات حزب الله من أي هجوم يستهدف الأمريكيين. نتصفح في الجزيرة نت البحرين تنفينيتها أعلن علاقات رسمية مع إسرائيل. جاء في العربي الجديد قرار المحكمة الاتحادية العراقية اليوم سيراعي المخاوف الأمنية. ونتصفح في القدس العربي نتنياهو يهدد بتكثيف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة، كتائب حزب الله تشتبك والشرطة تريد شرق بغداد مربعا أمنيا. أهلا بكم. لم تتبنى الولايات المتحدة ولا تحالفها الدولي مسؤولية القصف الذي طال مؤخرا قطاعات من الميليشيات، ميليشيات الحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية، وأوقع عشرات القتلى من المرتزقة الذين فسحت حكومة بغداد لهم المجال للولوج إلى الأراضي السورية، ولا حتى الكيان الصهيوني نفسه الذي صرفت إليه أنظار بعض وسائل الإعلام ومصادر الصحافة الموجهة في محاولة لإظهار حالة من الأعداء المفترض غير المتوفر عمليا بينه وبين إيران، بدعوى تورطه في هذا الحادث الذي يأتي في سياق تطورات جديدة تغشى المشهدين العراقي والسوري خاصة وحال المنطقة بشكل عام. معارك منتظرة حقيقة بين إيران وأمريكا في العراق بحسب الكاتب جهاد بشير في تحليل له بصحيفة البصائر العراقية. أظهر حادث قصف الميليشيات داخل الأراضي السورية بغض النظر عن فاعله جملة من الحقائق تجلت فيها حالة الاصطفاف والانحياز الذي ترعاه طهران ضمن مشروعها العابر للحدود والرامي لصناعة كيان طائفي في المنطقة، وبان بوضوح حجم الكذب السافر الذي تتكئ عليه حكومة بغداد حينما تبيح العمل لقوات سبق لها أن جعلتها رسمية بقانون خاص لتنشط في نطاق دولة أخرى، ثم تتحدث عما تسميه السيادة وتتبجح باحترامها عبر صراخها الانتقائي المستمر الذي ترفض فيه تدخل تركيا في شمال العراق، بينما تغض الطرف عن نفوذ إيراني طغى على كامل البلاد ثم تطور إلى احتلال صريح قبل أن يغدو استراتيجية ذات بعد إقليمي. جاء استهداف الميليشيات هذا في سياق جملة من التطورات التي تلت انتخابات تشير نتائجها المفتعلة إلى تفوق لتيار ميليشياوي يدعي معاداته للولايات المتحدة ويطالب بمغادرتها العراق في خطاب مفتعل ومتكلف يتناقض مع الواقع، إذ إن أمريكا نفسها هي الراعي الرسمي للعملية السياسية التي خاض فيها هذا التيار منازلته الانتخابية، فضلا عن حمايتها له وللتشكيل الذي ينطوي تحت مظلته الحشد الشعبي لدى مشاركته في المعارك ضد تنظيم الدولة، والتي لولا هذه الحماية بكافة أوجهها الميدانية الجوية والبرية واللوجستية لما تمكنت هذه الميليشيات من بلوغ ما وصلت إليه. الحقيقة التي يدركها الجميع أنه لا عداء بين ميليشيات إيران في العراق مع الولايات المتحدة، بل الواقع يشير إلى أن الأولى لا تعد كونها أداة منفعة تستثمرها واشنطن لتحقيق مآرب شتى، وتجلى ذلك حقيقة بخلو استعراض الميليشيات الذي رافق مظاهرات يوم القدس العالمي من أي شعارات أو تهديدات ضد الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى صفقة توصف بأنها صفقة القرن، من المفترض أن تكون في أولويات القضايا التي يناهضها من يدعي نصرة القدس.
عراق الفساد هو العراق الذي لا أعرفه، ولا أظن أن هناك عراقيا شريفا يمكنه أن ينسج عراقيته من خيوط ذلك العراق. عراق اليوم هو صنيعة استعمارية لا علاقة له لأبنائه بها، لا يمكننا باعتباري عراقيا كما يصف الكاتب أن أصدق أن الشعب الذي أنتمي إليه هو المسؤول عما آلت إليه وأوضاعه من انهيار على كل الأصعدة. عراقيون هم ليسوا عراقيون، صاروا حكاما على عراق يقيموا شعبه في مكان آخر، وكما يبدو فإن الأحزاب التي كلفت من قبل المحتل البغيض بحكم العراق قد استهوتها فكرة العراق الضعيف، وهو ما حرصت على تكريسه دعما لفكرة الوصاية الإيرانية بحسب الكاتب يوسف فاروق في العربي اللندني. الفساد الذي شهد العراق تصاعد نسبته في ظل حكومة حزب الدعوة عبر 12 عاما لم يعرف العراقيون من قبل. سمم ذلك الحزب وجبات العراقيين اليومية بوصفاته الفاسدة. فسد المطبخ العراقي حين اقتحمته روائح الطعام العفن الذي يطبخه الجيران. وكما يبدو فإن حزب الدعوة وهو عميل إيراني عام 2003 كانت هناك حرب على العراق، سعى مروجو ثقافة الاحتلال من العراقيين ألا يظهروها بشكلها الحقيقي باعتبارها حربا على العراقيين، وهو ما يمكن أن يضع العراق على ضفة والعراقيين على الضفة الأخرى. الحرب من وجهة نظرهم كانت على العراق وليست على العراقيين، لذلك صار ممكنا أن نتحدث عن عراق من غير عراقيين وعراقيين من غير عراق، مسألة شائكة من ذلك النوع كان حلها يسيرا من خلال تمكين أشخاص لا يعرفون العراق وشعبه من حكمهما والاستيلاء على ثرواتهما وتفريقها بين مواليهم ودعم قطاع الطرق في مشاريعهم الميليشياوية. فحزب الدعوة الذي حكم العراق 12 سنة هو حزب أجنبي لا تنتمي سياسته إلى ما يصبو إليه العراقيون من حياة كريمة يسودها العدل والأمان والمساواة في ظل القانون. كما يصف الكاتب عراق ضعيف لن يكون وفيا لأبنائه. عراق اليوم هو صنيعة استعمارية لا علاقة لأبنائه بها، وهو ما يجعلني مطمئنا إلى وطنيتي حين أقول إنني لا أعرف ذلك العراق الذي انحاز إلى إيران بظلامية وليها الفقيه. ليس هو العراق الذي يشرفني الانتماء إليه، إنه عراق آخر صنعه حزب الدعوة والميليشيات الإيرانية والمرجعية الدينية بكل مكرها ودهائها وحيلها التي تأخذ شكل فتاوى. هو ليس عراق العراقيين الذين أنا واحد منهم بحسب الكاتب في العربية اللندنية. تجسد شعوب العالم مصطلح الديمقراطية على أن عضو البرلمان أو المسؤول الذي وضع الشعب ثقته به وتم انتخابه ولم يؤدي دوره المطلوب بشكل الكامل فيما طرحه من مشاريع ووعود، بعد تسلم المنصب برلمانيا ورسميا يكون مكانه الرمي في صفائح النفايات أجلكم الله، لأنها الديمقراطية في العالم وليس الثراء الفاحش والسرقات والقصور الفخمة وفقراء الشعب يتضورون جوعا ويبحثون في أكوام القمامة عن كسرة خبز في بلد يطفو على بحيرة نفط فتصبح موازنته شحيحة لا تكفي فقط لتزيد الأجور والرواتب وإيقاف معظم المشاريع الخدمية والإنتاجية بحسب الكاتب صباح الخالدي في الزمان العراقي. انفض مسلسل الانتخابات بالاقتراع يدويا أو إلكترونيا، وفاز من فاز وفشل من فشل. من الذين كانت لهم كما هو المثل المصري شن ورن، إلا أنه وجد نفسه خارج أسوار البرلمان، وحسب إحصائية إن عدد الأعضاء الخاسرين يربو إلى 200، وكان عدد الكيانات السياسية التي شاركت في الانتخابات نحو 55 تحالفا وكذا حزبا سياسيا ضمن تلك التحالفات، والبعض منها دخلت بأسماء ومصطلحات جديدة وعصرية تتناسب وتطلعات تلك الجماهير التي تتظاهر كل جمعة في ساحة التحرير مطالبة بالإصلاحات ومحاسبة الفاسدين.
وهنا بدأت حلقات جديدة من المسلسل هو التزوير، في حملات إعلامية قادها الخاسرون طبعاً تمخضت بتعديل قانون الانتخابات ومطالبة المفوضية العليا بالعد والفرز يدوياً وإلغاء نتائج عدد من محطات الخارج لشبهة التزوير، وبذلك تعطل تشكيل الحكومة ودخلت الكتل السياسية إلى نفق مظلم من الصعوبة إيجاد ضوء في نهايته، خاصة بعد أن تم حرق صناديق الاقتراع والأجهزة الإلكترونية للعد والفرز والتي تم شراؤها بملايين الدولارات من أموال الشعب. وهكذا كما كان يجري الفساد منذ أول تشكيل للحكومة العراقية بعد الاحتلال عام 2003 وإلى الآن. ولعدم الدقة في الاختيارات للمناصب البرلمانية يجني العراقيون نتائجها الكارثية الواضحة للعيان يومياً من معاناة وويلات يومياً يواجهونها منذ تلك السنوات العجاف في أوضاعهم المختلفة والتي لا يحسدون عليها قط. حلت بشأن سوريا حكاية اللجنة الدستورية مكان النقاش عن الهيئة الانتقالية للحكم، وهي تتناسب الأولى مع انتصارات روسيا ميدانيا وقياداتها كل من إيران وتركيا في سحق المعارضة وتحجيم النظام وضبط مشاريع الدولتين اللتين لم تعودا تفكران أصلا بمصالحهما إلا في سياق العلاقات التحالفية مع روسيا. كانت حكاية الهيئة مطابقة لسنوات الثورة الأولى والتي كانت الكفة فيها تميل إلى الثورة بحسب ما يرى الكاتب عمار ديوب في العربي الجديد. الاعتراضات ذات قيمة من أمريكا وحلفها على مشروع اللجنة الدستورية يعزز ذلك ما ترسمه أمريكا على الأرض السورية من نفوذ لها في شمال الفرات وشرقه وجنوب سوريا، وتنسيق ميداني مع تركيا في منبج ومع روسيا في كل مناطق سوريا. صحيح أن أمريكا لا تعلن تأييدها كاملاً لحكاية اللجنة هذا، وتصرح بين الفينة والفينة عن رفضها لها ورفض التجديد للرئيس السوري، لكن ذلك يأتي في إطار تدوير الزوايا مع روسيا والضغط عليها، وليس تعبيراً عن رؤية مختلفة للحل في سوريا. بدقة أكثر، لا ترفض أمريكا مشاريع روسيا للحل سواء عبر طريق أستانا أو سوتشي، لكنها لا تعلن تأييدها كاملاً أيضاً. السبب تدوير الزوايا والضغط على روسيا لفك تحالفها مع إيران وطردها من سوريا. لو فعلت ذلك لحصلت على دعم الولايات المتحدة لخطة اللجنة هذه، لكن روسيا ستكون ضعيفة من ناحية أخرى وستضطر حينها لإرسال قوات برية كبيرة إلى سوريا، وهذا أمر معقد نظراً لعقدة أفغانستان وعدم وجود اتفاقيات مع أمريكا تنظم احتلالها والسيطرة على سوريا وتلغي بالتالي ضرورة التدخل البري الواسع. يخطئ من لا يربط بين فكرة اللجنة الدستورية والاحتلال الروسي الدائم من ناحية، وبينها وبين الاحتلالات المتعددة لسوريا من ناحية أخرى كما يصف الكاتب. نحو الأراضي المحتلة، اقترحت الولايات المتحدة ما تسميه بتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية بالرؤية الإسرائيلية طبعا. لذلك قبل معرفة بنود الصفقة اعترفت الإدارة الأمريكية الترامبية بالقدس الموحدة عاصمة للدولة الصهيونية، ثم نقلت السفارة الأمريكية إليها، كما وعدت بأنها ستكشف بنودها قبيل نهاية شهر يونيو الحالي. ولكن هل ستمضي أمريكا في هذه الصفقة أم هي واهمة عن هذا الموضوع؟ كتب فايز رشيد في صحيفة القدس العربية. الصفقة وفقاً لما تحدثت عنها صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية تقضي بضم 10% من مساحة الضفة الغربية المحتلة لسيادة الكيان الصهيوني، وهذا يشمل القدس الشرقية المحتلة كاملة ومدينة الخليل، فيما تقام عاصمة الدولة الفلسطينية في منطقة محاذية للقدس. وقال تقرير للمحلل العسكري للصحيفة أليكس فيشمان إن بلورة هذه الخطة مرت بتحولين. اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال حينها
إسرائيل أيضا ستضطر إلى دفع ثمن. والتحول الثاني حينما التقى ترامب نتنياهو ليرى الأخير أن الصفقة مرت بتحول 180 درجة حسب تعبير فيشمان. وحسب تقرير الصحيفة فإن الخطة باتت جاهزة، رغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يكن سعيدا بكل ما سمعه من المبعوث الأمريكي غرينبلات. الخطة يرى فيها الصهيونيون خليطا من الأفكار التي عرضت في عهدي الرئيسين أوباما وكلينتون وتقوم على أساس حل الدولتين، ولكن مع طعم أو قنبلة إسرائيلية. الكاتب يضيف: في علم السياسة فإن تنفيذ أي اتفاقية بين طرفين، خاصة قضية صراعية كالقضية الفلسطينية الممتدة إلى 100 سنة خلت، وهي في حقيقتها صراع فلسطيني عربي إسرائيلي صهيوني بحت، أكثر منها قضية نزاع بين فئتين بالمعنى الحرفي للكلمة، ولذلك فإن مهزلة صفقة القرن ولدت ميتة ولن يكتب لها النجاح مهما هوئ ترامب من جبروت يداعب خياله في إطار من جنون العظمة التي تعمي صاحبها وتمنعه من رؤية حقائق العصر بشكل واضح. بعيداً كل البعد عن السياسة، يمر المريخ في أقرب نقطة له من الأرض منذ 15 عاماً في ظاهرة تعرف باسم عبور المريخ. وتوفر هذه الفرصة الجيدة لرصد الكوكب الأحمر حتى بالعين المجردة فرصة قيمة. وترى إدارة الطيران والفضاء الأمريكي ناسا أن هذا العبور يعد فرصة مثالية للاستفادة من هذه المسافة القريبة نسبيا في إرسال مركبات استكشاف للمريخ. وهذا هو السبب في أن بعثات المريخ تميل إلى إطلاقها كل عامين تقريبا، لأن تلك هي الفترة الزمنية التي يتكرر فيها حدوث المرور القريب. وهذه المرة أطلقت ناسا مهمة إنسايت، وهي عبارة عن مركبة روبوتية متحركة ستصل إلى الكوكب الأحمر في الوقت لاحق هذا العام. وفي جميع حالات العبور القريب فإن المريخ لا يقترب من الأرض مطلقا بمسافة أقل من 54.5 مليون كيلومتر. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.